النظام الحاكم في البحرين الذي فشل في إخماد نار الثورة المستعرة في البلاد منذ أكثر من 6 أعوام أطلق حملة مسعورة من القمع الوحشي غير المسبوق للقضاء على هذه الثورة العصية على الانكسار، مستخدما مختلف الأساليب والأدوات، ومن بينها إعدام وتصفية المعارضين، والتي طالت 7 من البحرانيين منذ مطلع هذا العام. وفي هذا الإطار صنف النظام المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يفضحون انتهاكاته أمام أنظار المجتمع الدولي بالأعداء، مستعينا بطرق مختلفة لإسكاتهم وحتى الدنيئة منها، مثل تلك التي استخدمها ضد الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي العامل في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية والذي يتخذ من لندن مقرا له. الوداعي الذي اعتقله النظام عند اندلاع الثورة عام 2011 وعذبه قبل أن ينجح في الوصول إلى بريطانيا، عجز النظام عن مواجهته في المحافل الدولية وفي شوارع بريطانيا التي صدح صوته فيها منددا بالنظام الخليفي، حتى صكت تلك الشعارات آذان الطاغية حمد خلال زياراته المتكررة إلى المملكة المتحدة. الخليفيون صبوا جام حقدهم على الوداعي عبر اعتقال زوجته وابنه الرضيع أثناء مغادرتهم للبحرين أواخر العام الماضي، مهددين إياه باستهداف عائلته فردا فردا، وهو ما حصل لاحقا لوالدة زوجته وشقيقها، إذ تم اعتقالهما فضلا عن استدعاء شقيقته للتحقيق. Before it was me paying the price, but now my family is paying the price. هذا الاستهداف الانتقامي يأتي بالتزامن مع تصعيد ممارسات القمع التي طالت عددا من البحرانيات، فيما تنكر النظام لكافة التوصيات الدولية عبر تشريع يتيح له محاكمة الناشطين أمام محاكم عسكرية. وبلغت حملة استهداف آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ذروتها عبر تلميحات أطلقتها السلطات للنيل منه تزامنا مع حلول الذكرى السنوية 6 للاحتلال السعودي للبحرين. وفي ظل هذه الأجواء يعتزم حمد الخليفة زيارة المملكة المتحدة التي غضت الطرف عن كافة ممارساته الإجرامية إكراما لعيون عقود التسلح والمنافع الاقتصادية والعسكرية، إذ تستعد حكومتها لاستقباله بالأحضان تكريما لوحشيته. واقع دفع بالناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي إلى التساؤل عن جدوى وجود مؤسسات دولية تلتزم الصمت حيال هذه الانتهاكات الصريحة والعلنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمة تلك المؤسسات مجلس حقوق الإنسان الذي فشل في إصدار مجرد بيان يدين فيه هذا القمع الخليفي. If the Human Rights Committee just failed us during the most repressive time, then why we are here? And that's the question I ask it to every single state which attended here. Thank you very much.